خلاص بعد كده مش هنصفي حمام خلاص، اللي مربي حمام بلدي واللي مربي حمام زاج اللي حاجه للذبيح، فالناس اللي هي كانت بتصفي الحمام ما عدتش تصفي الحمام خلاص. انا لقيت البديل، خلاص لقينا البديل كده، لقينا البديل، فما عدلكش حجه ان شاء الله، ما عدتش هتصفي حمامك، هتلاقي البديل، بس انت اجتهد ان شاء الله وكل مشكله ولها حل. ابشر ابشر ابشر. ممكن تضيف لها توم باودر وبصل باودر انت بقى والمتوفر عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة، لقيت بديل للكلفة، هنوفر نص تكاليف اللي احنا كنا بنصرفها على كلفة الحمام. طبعا حضراتكم عارفين احنا الكلام ده بنتكلم على اخواتنا اللي في مصر، مربين الحمام اللي في مصر، الكلفة بقت غالية نار. فانا بقالي اسبوعين بجرب حاجة جديدة بالنسبة لنا ولكل مربين الحمام، حاجة جديدة هنشوفها كده قبل الحمام ما ياكلها. ده الشيء اللي انا بجربه بقالي اسبوعين، اخيرا وجدت بديل الكلفة. رخيص، الحاجات دي رخيصة يا جماعة اللي انا جربتها دي. بس ارجوك اعمل لايك للفيديو قبل ما اقولك ايه الحاجات اللي الحمام بياكلها دلوقتي دي. بطاطا، بطاطا مش بطاطس، البطاطا الحلوة طبعا في اخواتنا في الدول العربية بيقولوا على البطاطس، بيقولوا عليها بطاطا، لكن هي احنا في مصر عارفينها هي البطاطا الحلوة اللي هي بتتشوى وتتسلق، بناكلها يعني، بنحل بيها، مش اللي هي بتطبخ اللي هي بنسميها احنا البطاطس. يبقى بطاطا جربت في الاول، لقيت عربية ماشية بيبيعت 3 كيلو 10 جنيه، قلت طب ماني ليه ما اجيبهاش وابشرها بالمبشرة الخشنة. حمام كلها زي ما حضرتك شايف، الحمام كلها في البداية لكن ما كانش بياكلها قوي، اكل البطاطا لمدة يومين. بعد يومين جبت الجزر، الجزر اهو برضه بشرته بالمبشرة الخشنة، ضفته لمدة يومين. بعدها بيومين قلت طب ما انا اجرب الكوسة، اهي الكوسة، الحمام برضه كلها تمام. فبدأت ان انا اعمل وجبة بالنهار الصبح من الخضار ده، الجزرة والبطاطاية والكوساية، فبدأت احط نص الكمية الاكل بالنهار وبالليل احط الكلفة العادية تدافي الحمام. ليه ده بالنهار؟ عشان ده بارد، الحمام مش مشكلة ما ياكله بالنهار، لكن بالليل لازم تدفي الحمام بالوجبة اللي هي العادية، الوجبة اللي هي الكلفة. هنوفر نص الكمية، يبقى كده نص الكمية بالنهار من اللي هو الخضار ده، ونص التاني بالليل اللي هو الكلفة العادية يعني. بس طبعا في البداية لازم تعود الحمام على انه هو ياكل منها، يعني ازاي يعني؟ انت مش هتيجي اول ما تحطها كده هتلاقي الحمام مش جاي عليها قوي، الحمام هتلاقيه برضو ايه مش متعود عليها، هتسيبها، ما يصعبش عليك الحمام تسيبه، الحمام جعان، انت بتأكل الحمام مرة في اليوم، تعالى في نفس الميعاد وابدأ معاه تأكله حاجة من الحاجات دي المتوفر يا جماعة، يعني انت تشوف ايه اللي رخيص الموسم بتاعه وتلاقيه رخيص هاته، مش لازم تجيب الثلاث اصناف مع بعض. لقيت البطاطا رخيصة، هات البطاطا، مش لازم تجيب افضل حاجة. انا عارف واحد هيقول لي ده البطاطا عندنا ب 10 جنيه، وحد تاني هيقول لك لا ده انا بجيب الكيلو ونص ب 10. فعلا انا جبت الثلاثة ب 10 وجبت الكيلو ونص ب 10 البطاطا، مش هتلاقي سعر موحد، لكن انا بقول لك هات ارخص انواع. الجزر والبطاطا الايام دي ممكن تجيبهم 3 ب 10 4 ب 10، هات الباقي من البياع، يعني الباقي من البياع هتلاقيه عايز يتخلص منه اشتريه بأي فلوس هيبيعه لك، ما عشان كمان يروح اشتري الرخيص ده. الكوسة الايام دي غالية، ما تجيبش كوسة الايام دي، بس انا حبيت اجربها عشان اوري لك ان الحمام بياكل التلات اصناف يعني. اي شيء ممكن تبشر عليهم بصل هياكله، لو بشرت حاجة بصل عليهم هياكلوا برضو البصل. شوف انت ابدع بقى، عايزك انت تخترع في الموضوع ده، ابشر عليها بصل، خرط عليها توم، ممكن تضيف لها توم باودر وبصل باودر انت بقى والمتوفر عندك، مش هيقول لا. لو البطاطس حتى رخيصة بدل البطاطا اشتغل منها، لكن انا ما حطيتش بطاطس لان البطاطس لسه غالية. المتوفر حطه، المتاح زي ما انت شايف الحمام بياكل منها اهو، فهي الوجبة دي بتاعت بالنهار، مش هحط حاجة تانية بالنهار. بالليل بقى اضيف له، احط لهم الكلفة اللي انت عارف. بس زي ما قلت لك هتجرب في البداية لحد ما الحمام يتعود، وهو جعان هيتعود عليها وتمشي على كده، الحمام هياكلها. والله وفرت، انا وفرت نص كمية الاكل، بس انا صبرت عليكم، ويمكن اتأخرت عليكم في الفيديوهات لاني بقالي اسبوعين بجرب الحكاية دي، قلت ليه ما انا اجرب انا الحاجات اللي هي رخيصة. بس طبعا بقى ايه، انتوا هتهجموا على البطاطا وعلى الجزر ما عدناش هنلاقيهم، يعني بالراحة سيبوا لنا حاجة. يبقى انا جربت في الاول البطاطا اللي كانت قدامي، بعد يومين اما الحمام كلها قمت مجرب
الجزر الحمام كله، بعد يومين كمان ضفت الكوسة الحمام كله، هو أظن إن هو ياكل كل حاجة. والله حتى جربت البرسيم لكن ما أقبلش على البرسيم قوي، لأن البرسيم كان ناشف، هو محتاج برسيم طري الرب يعني زي ما بنقول. والحمد لله الحمام زي ما أنت شايف بياكل هو من الثلاث أصناف، لكن زي ما قلت لك أنا عارف إن هي الكوسة غالية ما تجيبهاش دلوقتي، بس أنا جربتها بس عشان أقول لك إن الحمام بياكلها، يعني الحمام هياكلها، ياكل كل حاجة مش هيقول لك لأ، بس بشرب المبشرة الخشنة بلاش بالناعمة علشان الحمام يعرف ياكلها. بس كل اللي عليك إن أنت تشوف إيه اللي رخيص في بلدك من الحاجات دي وتعمله، ممكن تعمل صنف واحد بس مش لازم الثلاث أصناف، الرخيص هاته ما تجيبش الغالي، لأن الزراعة دي طبعا الحاجات دي موسمية وكلها مواسم. أنت شايف بياكل أهو بسم الله ما شاء الله. الكوسة يا جماعة على فكرة الكوسة مش هتفضل غالية كده، لما الجو يدفي شوية او الربيع يجي او الصيف هتلاقي الكوسة بقت رخيصة جدا. وعلى فكرة لما تجيب الكوسة هات الكوسة الكبيرة، البياع بيبيعها رخيصة، الكوسة لما تكون كبيرة البياع بيبيعها بأي فلوس، ممكن تجيبها في الصيف ده لما في موسمها مع العربيات اللي هي الكوسة الكبيرة دي محدش بيشتريها، ممكن تجيبها انت بجنيه. شوف ازاي انا بقول لك كده، ممكن تشتري بالقفص الكبيرة دي اللي بيسموها ايه النقضة او الشرك بتاعة البياعين. المهم ان انت تعود عليها الحمام. على فكرة ممكن كمان ان انت تجيب شوية علف من بتاع الفراخ الناعم تخلطهم بيهم كبشة صغيرة كده، دي تعطي طعم، او اللي هو علف بتاع الكتاكيت ده رشة كده عليها تعطيها طعم وتخلي الحمام ايه يتعود عليها اسرع. كمان الجزر الوقت رخيص، الجزر الوقت ب5 جنيه، الكوسة هي اللي غالية شوية، بلاش كوسة الايام دي يعني. يعني انت ممكن تجيب البطاطا بسعر متوسط 5 جنيه، الجزر ب5 جنيه، حلو جدا جدا بالنسبة لأسعار الذرة وأسعار الحاجات دلوقتي ب16، وتلاقي مش عارف ايه ب20، والفول والبسلة بحاجة و20، هتوفر فعلا، هتوفر والله هتوفر كتير، هتجربها وهتدعيلي ان شاء الله. اي شيء في بلدك انت رخيص هتلاقيه اشتغل بيه، جرب. هو عموما الخضار فيه مزايا مش هتلاقيها في الاكل الجاف كمان. على فكرة انت كده بطاقة الحمام فيتامينات وعناصر مش موجودة، هو الحمام محتاجها لكن ما كانتش موجودة في الحبوب اللي هي الجافة، يبقى انت بالطريقة دي هتوفر نص التكلفة، لان انت كده يعتبر الشوية اللي انت شفتهم دول ب5 جنيه مثلا الكمية دي، او انت هتحط 2 كيلو قول ب10 جنيه، 3 كيلو ب15 جنيه، وهكذا ممكن تحط 3 كيلو ب10 جنيه، شوف انت وفرت 3 كيلو دول هتأكلهم بكام. وعلى فكرة الفايدة هتشوفها دلوقتي، الفايدة ممتازة جدا، وهوري لك انتاج الحمام كمان عشان هتقول لي ايه الحمام ممكن كده ما عادش هيبيض، لا هتشوف الانتاج دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، ده معاهم زغاليل اهو ما تأثرش، الزغاليل لسه صغيرة، والنتاية راقدة على البيض فوق اهو في الرف، شوفها كده من فوق بتلحن برضو، معهم بيض هنا برضو، ده معاه الزغلول اهو وراقدة على بيض تاني اهو، بسم الله ما شاء الله. يعني مش هتقول لي بيأثر على الانتاج، لا الحمد لله الانتاج زي ما هو ويمكن يتحسن كمان. هنا ده معهم زغلول وان شاء الله بيجهزوا عش، لسه زغلولهم صغير. هنا زغليل برضو وبيض في الرف اللي فوق اهو، بسم الله ما شاء الله، رقد اهو على بيض، ومعهم زغليل لسه في عمره صغير. طبعا هتقول لي ده حمام لحم، ايوه، لكن ممكن برضو لو الحمام اللحم التغذية بتقل عنده برضو بيقل في البيض. احنا بنجرب وما زلنا بنجرب، تقابلنا مشاكل كتير، خلاص بعد كده مش هنصفي حمام خلاص، اللي مربي حمام بلدي واللي مربي حمام زاجل حاجة للذبيح، فالناس اللي هي كانت بتصفي الحمام ما عنتش تصفي الحمام، خلاص ما عنتش تصفي الحمام، لقيت البديل، خلاص لقينا البديل كده، لقينا البديل، فما عادلكش حجة ان شاء الله، ما عنتش هتصفي حمامك، هتلاقي البديل، بس انت اجتهد ان شاء الله وكل مشكلة ولها حل. ابشر 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 وجرب الطريقة دي اهو، الحمام اهو بسم الله ما شاء الله بياكلها تمام التمام. اهو يا جماعة الخضار ده بالمبشرة، عليك بالمبشرة، مبشرة حامية، واشتغل اشتغل ما تكسلش، اشتغل ما تكسلش، هتوفر. برضو هنجرب عليها حاجات تانية في الايام الجاية، كل ما هيجد جديد هقول لك احنا هنعمل ايه، كل ما هيجد جديد ان شاء الله كل مشكلة ولها حلال، ويا رب يا رب الاسعار ترخص ما عادتش تزيد اكتر من كده، يا رب ان شاء الله، ادعوا معانا وربنا يصلح حال الجميع، واشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.